كانت قناديل الزيت تضيء المسجد النبوي لأكثر من 13 قرناً، حتى أتى اليوم الذي قام به وزير مصري بزيارة المدينة المنورة، فحزن على حال المسجد النبوي، وقرر أن يغير حاله للأبد، فكان له شرف إضاءته. أحمد باشا حمزة، وزير التمويل المصري، أول مصنع للعطور الزيتية في الشرق الأوسط. من هو؟ وكيف أضاء المسجد النبوي؟ وماذا حدث معه خلال زيارته لقبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ في قرية طحانوب في القليوبية بمصر ولد أحمد باشا حمزة عام 1891. درس الابتدائية والثانوية في مصر، ثم سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة. وعندما عاد إلى مصر كانت فكرة إنتاج الزيوت العطرية مكتملة في عقله، فبدأ بزراعة الياسمين والزهور، وأنشأ مصنعا لتحويلها إلى عطور لتصدر شركته العطور إلى أهم المصانع في العالم. وبهذا الإنجاز أصبح أول شخص يقوم بصناعة وتصدير الزيوت العطرية على مستوى الشرق الأوسط. كان لأحمد باشا اهتمامات فكرية كبيرة، وكان أيضا متعلقا بالإسلام بشكل خاص، ولأجل ذلك أصدر مجلة لواء الإسلام، لأنه أحس بمسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الإسلامي، فكانت تلك المجلة منبرا للعرب والمسلمين. وكان لأحمد باشا أيضا اهتمام كبير في تربية الخيول العربية، لذا قرر إنشاء إسطبل لتربيتها، وكان لديه واحدا من أشهر الفحول العربية وهو الحصان حمدان. وفي 26 من مايو عام 1942 تولى وزارة التموين في حكومة النحاس باشا السادسة. وقبل توليه كانت مصر تعاني بشدة من انقطاع السلع الغذائية الأساسية وخاصة الخبز، فانتشرت الأسواق السوداء التي قامت باحتكار المواد الغذائية. لذلك حرص أحمد باشا على محاربة تجار الأسواق السوداء، وكان يشرف بنفسه على جودة المواد الغذائية والتأكد منها. وفي حكومة النحاس باشا السابعة عام 1950 تولى أحمد باشا وزارة الزراعة، ولكن قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات كان قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وذلك عندما توجه إلى مكة لأداء مناسك الحج. إضاءة المسجد النبوي. كان المسجد النبوي عند تأسيسه يضاء عبر إيقاد سعف النخيل، حتى أتى الصحابي تميم الداري وأضاءه بقناديل الزيت، وكان ذلك في العام التاسع للهجرة، وبقي على هذه الحالة لأكثر من 13 قرنا، وتحديدا إلى عام 1947 عندما توجه أحمد باشا لأداء مناسك الحج، وذلك برفقة مدير مكتبه محمد علي شتاء. انصدم أحمد باشا لدى رؤيته المسجد النبوي بدون إضاءة كهربائية، وحزن كثيرا للحال الذي كان به، وما أن عاد إلى مصر حتى أصدر أوامره بشراء محولات كهربائية وأسلاك ومصابيح، وأرسلها على نفقته الخاصة إلى المدينة المنورة برفقة عدد من المهندسين. واستمر الفريق بالعمل لمدة 4 أشهر، وبعدها أضيء المسجد النبوي بالكامل. ثم بعد فترة زار أحمد باشا المدينة المنورة لأداء مناسك الحج للعام الثاني على التوالي، وللتأكد من إضاءة المسجد النبوي. وطلب أحمد باشا أن يزور قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وخلال 24 ساعة صدر أمر ملكي بالسماح له بالدخول. ويذكر الدكتور شتا في مذكراته أنه عندما خرج من قبر الرسول بقي هو وأحمد باشا لمدة ساعتين لم ينطق بحرف واحد، وذلك من شدة تأثرهما. بقي أحمد باشا بعد ذلك 3 أيام متواصلة يتعبد داخل المسجد النبوي. وفي مايو من عام 1977 توفي أحمد باشا بعد أن نال شرف إضاءة المسجد النبوي.